حاصل ضرب 20 في 40 ب 800. 1402 زائد 67 1469. جبت كام في الثانوية العامة؟ أنا لازم أقول يعني جبت 66. قول لنا نكتة بايخة. ما عنديش أكتر منهم، دول هقول لكم نكتة. مرة واحد كلم خطيبته قال لها أنا هعدي عليكي دلوقتي، أما أجيلك هزمر تنزلي لي. قالت له إيه ده يا حبيبي، أنت جبت عربية؟ قال لها لا جبت زمارة. لو كنت لعيب كورة، كرة قدم، تحب تكون مين؟ يعني لو بره مصر أكيد كريستيانو، لو جوه مصر يعني أنا بحب أكرم توفيق جدا. قلد نفسك لما بترفض لحد طلب. بصراحة بيبقى صعب عليا إن أنا أرفض لحد، يعني ما برفضش لحد طلب، بس لو هرفضه كهزار يعني لا عادي ما بديش أي رياكشن. لا يفضل واقف حاله. أنا لا برضه قلد إفيه كزبرة على الدغري. على الدغري أنا تعبان. بتعرف تطبخ ايه؟ لا انا ما فيش حاجه معينه، بس انا يعني ساعات بقوم اجرب كده بشوف ايه ممكن. يعني ساعات اكيد جربت بيتزا، جربت شاورما. يعني اما ببقى عامل دايت كده كده بعمل اكل كله، ما بجيبش اكل، مش دايما بجيب اكل من بره يعني. بس لو في ايدك تختار شخصيه عالميه واحده تقابلها، هتكون مين وليه؟ ممكن هيكون برضو كريستيانو. هقول له انت ازاي، ليه انت وصلت، ازاي وصلت لكل ده؟ مين مطربك الشعبي المفضل؟ لا هو ما ليش مطرب شعبي، بس انا بحب مروان بابلو، يعني بحب الراب بتاع مروان بابلو. بعد خساره ماتش ايه اول حاجه بتعملها؟ لا طبعا مش بروح البيت، بروح اقعد مع اصحابي، يعني افرغ بقى كل طاقتي عشان ما يبقى يعني غصب عني ما اتعصبش على حد في البيت. انت برج ايه وقول لنا اكتر صفه مميزه في البرج ده؟ انا برج الحوت، واكتر صفه مميزه فيه ان هو بيحب او بيتعلق قوي. هتاف بتحب تسمعه من جماهير الاهلي؟ يعني طبعا عشان مش دايما الجماهير بتبقى متواجده بسبب الظروف اللي احنا كنا فيها يعني، والنادي الاهلي فيها يعني. اكتر هتاف بحب اسمعه وسمعته في بطوله افريقيا كان دايما بيقولوا عزب فوق، فدي اكتر حاجه بحب اسمعها. ناديك المفضل اوروبيا في كره القدم؟ اكيد ريال مدريد. ايه هواياتك المفضله اللي بتعملها في الاجازات؟ مفيش هوايه مفضله، يعني مفيش هوايه معينه، بس انا بحب طبعا بحب البحر، بحب اقعد قدام البحر دايما، بحب اسافر يعني، بس جوه مصر مش بره مصر. يعني ببقى عايز اشوف محافظاتنا اللي في مصر الاول، بعد كده بفكر انا اسافر بره.